مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، ومرة تانية ومرة تالتة ورابعة وخمسة. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا مش بس بنحتفل يوم 6 أكتوبر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، احنا بنحتفل على مدار شهر أكتوبر بأكمله من كل عام، لأن في لسه بنبحث كل سنة في معايير ودروس كتير بنكتشفها في حديثنا مع الأبطال. نصر الكبير، ملحمة الحرب والسلام اللي حققها الجيش المصري بمشاركة الشعب المصري بعد فترة صعبة جدا، تلت نكسة أو فترة عام 67 ما ترتب عليها من أحداث تعبئة الجيش المصري، العودة للنهوض بهمم المصريين وتحفيز المصريين وثقة إعادة الثقة في النفس والقدرة على استعادة الأرض وعلى إبعاد العدو عن أراضينا وعلى تحقيق النصر والتفاوض من موقف القوة ومن موقع المفاوض الأقوى، الطرف الأقوى في المفاوضات في هذه المرحلة. كل سنة ومصر بخير، وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر والمصريين بإذنه تعالى من كل سوء. خلونا نبدأ مع حضراتكم سريعا هذه الحلقة، ولسه طبعا هيبقى في حوارات. وقناة الأهلي زي ما قلنا لحضراتكم، النادي الأهلي دائما أبدا حريص على التفاعل مع كل قضايا الوطن وكل الأحداث الرئيسية اللي احنا حريصين على التواصل معها والتفاعل معها وتقديمها للمشاهدين في كل مكان داخل وخارج مصر. وإن شاء الله في كمان رؤية لدى إدارة القناة أن هيبقى في أكتر من حوار في الفترة القادمة مع عدد من أبطال حرب أكتوبر ورموز هذا النصر الكبير من أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي، وإن شاء الله نقدم لحضراتكم كل ما لديهم من ذكريات ومن دروس مستفادة ومن معاني راقية جدا تتعلق بهذه الفترة بالغة الأهمية والتأثير، الفترة الغنية جدا من التاريخ المصري. خلونا نتكلم مع حضراتكم عن فريقنا الأول لكرة القدم. هيبقى فيه تركيز كبير في هذا اللقاء على مسار الفريق تحت قيادة ريني فايلر. الحقيقة المؤشرات أكثر من رائعة، جمهور النادي الأهلي في كل مكان يشعر بحالة من الرضا وحالة مختلفة عن السنوات اللي فاتت والمواسم اللي فاتت، حتى اللي كنا بنحقق فيها بطولات أو بنفوز من خلالها ببطولة الدوري الممتاز. أول مرة من فترة كبيرة جدا نشوف هذا العدد من الصفقات المؤثرة والموفقة اللي بتتحقق داخل النادي الأهلي وبتكون لها تأثير إيجابي مباشر في الملعب وعلى الفريق والأداء والنتائج. أول مرة نشوف الكرة الجميلة من فترة كبيرة جدا، نشوف الفارق الكبير بين الأهلي والمنافسين والانطلاقة القوية، الباور اللي تعودنا عليها في انطلاقة الأهلي في كل بطولة بيشارك فيها، وأنه بيبدأ دايما يحقق الفارق بشكل مبكر جدا عن أقوى المنافسين في مسابقة الدوري العام، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل هذا الموسم رغم أن الموسم في بدايته لسه مشوار الدوري طويل جدا. الفوز بخماسية وقبلها الفوز برباعية، الثقة اللي بنشوفها في أداء نجومنا، التناغم اللي شفنا أن الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر قادر على تحقيقه في زمن قياسي، وإن شاء الله القادم أفضل ونشوف انعكاسات ده إن شاء الله على مشوار الفريق على المستويين المحلي والأفريقي بدءا أيضا من مباراة القمة الجاية. وهو موسم استثنائي، المواسم اللي بنلاقي فيها مباريات قمة ومباريات بطولة ومباريات جماهيرية زي ماتشات الأهلي والزمالك بتتكرر وسيناريوهاتها قريبة من بعض في الوقت، ده بيبقى طبعا يعني عامل مشجع جدا للجماهير وبيرغب الجماهير اكتر في انها تتابع المباريات وتهتم اكتر بمسابقه الدوري العام لطابع المباريات دي اللي بيبقى دائما ابدا في ذاكره جماهير الرياضه وجماهير الكره المصريه وجمهور النادي الاهلي بشكل خاص. استعدادات فريق الاهلي طبعا يعني مستمره في هذه المرحله، حتى لو في قدر من الراحه شاف الجهاز الفني والمدير الفني ريني فايلر انه بيستحق لاعبو الفريق انهم يحصلوا عليه نظرا لارتباطات منتخباتنا المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي واجنده المنتخبات الوطنيه، ولهذا السبب كان في قرار بانه بعد التدريب اليوم في اتجاه لحصول اللاعبين على راحه سلبيه حتى نهايه هذا الاسبوع. الفريق الاول طبعا احنا النهارده في كمان مؤشر اخر بيقول ان الصفقات في مكانها وان النادي الاهلي اداؤه مؤشراته ايجابيه جدا فنيا، اداؤه ونتائجه بتنعكس على عدد اللاعبين اللي بينضموا للمنتخبات الوطنيه، وصل هذا العدد من نجوم النادي الاهلي على مستوى المنتخبين الاول والاولمبي الى 10 لاعبين، وده مؤشر على طبعا تحسن الاداء والنتائج وان النادي الاهلي فنيا مستوى فريقه الاول لكره القدم بيزيد في الفتره دي، وده بيؤدي بالتبعية أو منطقيا إلى زيادة عدد نجوم النادي الأهلي اللي بينضموا للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي. في تدريبات وفي تجهيز للاعبين وفي تأهيل لعدد من النجوم العائدين من الإصابة زي نجمنا مروان محسن مهاجم الفريق الأول، طبعا رغم حصول الفريق على الراحة حتى نهاية الأسبوع لكن كل البرامج العلاجية والتأهيلية والاستشفائية لعدد من اللاعبين مستمرة حتى يكونوا جاهزين والقوة الضاربة تكتمل للفريق قبل المباريات الجاية واستئناف مباريات الدوري العام ومباراة الأهلي والزمالك مباراة القمة القادمة. مروان محسن بيخضع لبرنامجه ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الجراحة اللي خضع لها أو أجريت له في الوجه، وأبدأ استعداده ورغبته في العودة بسرعة شديدة للاندماج في التدريبات مع زملائه والمشاركة بقوة في المباريات المحلية والأفريقية. وكان فيه اهتمام من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة
مدير الكرة في النادي الأهلي بعقد جلسة مع نجم هجوم الفريق مروان محسن لدعمه وتحفيزه فنيا للعودة بأسرع وقت ممكن، والتأكيد على أن النادي الأهلي محتاج كل العناصر وكل النجوم الموجودين في الفريق، وأن مشوار الفريق أفريقيا ومحليا محتاج تركيز كل اللاعبين بنفس الدرجة. وده اللي شفناه كمان بينعكس على اختيارات ريني فايلر اللي بيدي فرص كثيرة جدا وما بيعتمدش على 11 أو 13 لاعب فقط، ما بيعتمدش على 11 أساسيين وتغييرين أو ثلاثة، بالعكس بيدي فرص لكل النجوم، بيستفيد بكل الخبرات الموجوده في الفريق علشان الكل يبقى جاهز من خلال عمليه يعني تدوير اللاعبين او الروتيشن اللي احنا شفنا انها ستايل متميز جدا لفايلر في ادارته للمباريات واستغلاله لطاقات كل نجوم الفريق. خلونا نسمع تفاصيل اكتر عن تدريبات الفريق الاخيره وفتره الراحه اللي هيحصل عليها نجوم ولاعبو الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، وايضا عوده واستشفاء عدد من نجومنا المصابين العائدين من اصابات ورحلتهم العلاجيه والاستشفائيه. معانا على الهاتف زميلنا العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي شريف شعبان. مساء الخير يا شريف، اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك استاذ محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل زي ما تفضلت وقلت يمكن عن قرب التعرف عن قرب عن فريق النادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي كان تمرينه في الخامسه مساء استعدادا لمباراه الزمالك في الدوري العام يوم 19/10 باذن الله، اتمنى باذن الله الفوز فيها للنادي الاهلي. كان غاب عدد كبير النهارده عن لاعبي النادي الاهلي ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وايضا غاب علي معلول لاعب المنتخب التونسي، يمكن يسافر الى بلده. حسام عاشور كان لها جلسه معاه نفي قاطع موضوع الاعتزال اللي يثير في السوشيال ميديا اليومين السابقين، وقال انا ما قررتش اي حاجه، انا بلعب وتركيزي كله منصب في الحصول على بطولات اكثر واكثر للنادي الاهلي في الفتره المقبله. يمكن مستر فايرر بدا التمرين النهارده بالاطالات والتسخين وعمل دايره كبيره جدا كان فيها التسلم والاستلام والضغط على الخصم، وكان حريص يكون فيها اللاعب يستلم الكوره من لمسه ويطلع الكوره في لمسه واحده اكثر من لمستين ما يلمس الكوره. وبعد هذه الدائره يمكن اختفت بتقسيمه صغيره تالق فيها شريف اكرامي وتالق فيها وليد سليمان واحمد الشيخ وسعد سمير وصالح جمعه ومحمد محمود اللي احرز هدف لوب بدماغه، هدف جامد جدا وازاره على خطاه، احرز هدفين ولا اروع ولا اجمل. النهارده ما طمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، ظهر اكثر من لاعب النهارده في هذه التقسيمه بشكل متميز. مستر فايرا كان حريص وقف التقسيمه وكان حريص كان يدي تعليمات اول باول علشان اللعيبه ما تحسش بالكره كتير تحت اقدامها، اللعيبه لازم تطلع الباص لقدام، لازم الريتم اللعب يكون سريع. وبالفعل احنا شايفين هذه التعليمات بتاتي ثمارها في المباريات الخمس السابقه. يمكن النهارده اول ظهور للاعب مروان محسن وعقد جلسه مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ الطائي فيها على وجه مروان وعلى الفتره القادمه لمروان. يمكن مروان باذن الله بنتكلم في 14 يوم يكون بس الجرح او العرض بدا يلتئم في وجهه ويثبت القناع باذن الله ويبدا يشارك مع زملائه. النهارده حاط له برنامج بدني هيكون كل يوم مشارك في هذا البرنامج، تمرين حراسه المرمى على اعلى مستوى. شريف اكرامي، علي لطفي، احمد طارق النهارده بيقدموا تمرينات وكل قوه، ويمكن الراجل النهارده كان حريص يحط لهم الساتر ومن بعديها هياكل عشان خاطر اما يجي تصويبات مفاجئه ويكون في مدافعين امام حارس المرمى يقدر يتعامل مع هذه الكرات في تصدي مفاجئ وبالفعل تعلق فيها الثلاثي. يمكن لفت نظري النهارده في ملعب الكيتش معدات جديده، الات جديده، مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز التنفيذي في النادي الاهلي كان حريص على شراء هذه المعدات علشان اول باول يكون ملعب الكيتش يظهر في ابهى صوره. يمكن برنامج النادي الاهلي الفتره المقبله هيكون النادي الاهلي تمريناته مستمره الى يوم الخميس المقبل، هيكون التمرينات في الخميسه مساء، ويوم الجمعه يوم السبت هيكون اجازه، يوم الاحد عوده من جديد للتمرينات، ويوم الاثنين باذن الله هيكون في ماتش ودي. الى الان يعلن على اسم الفريق الذي سيلاعب النادي الاهلي يوم الاثنين. نطمنك على الاصابات النهارده، محمود متولي النهارده يمكن ما شاء الله بقى ثالث يوم على التوالي بدا يجري في ارض الملعب. محمود متولي من الشكل العام بيتكلم في 10 ايام باذن الله وهيكون جاهز. كريم نجبت ايضا بيتكلم من 10 ل 14 يوم باذن الله وهيكون جاهز. عمرو السوليه باذن الله من 10 ل 12 13 يوم بكثير هيكون جاهز باذن الله. باذن الله هيخش لاعبي النادي الاهلي بشكل كبير في مباراه القمه، يمكن اغلب الاصابات تكون متاحه مع مستر فايرر، بالاضافه الى محمد محمود، بالاضافه الى سعد سمير. يختار من يختار، اهم حاجه شكل النادي الاهلي الفتره المقبله مواصله الانتصارات، الفوز القادم باذن الله يفرق كثير في مشوار الراجل مع النادي الاهلي، يفرق كثير باذن الله في محطه الدوري الممتاز.
جميل اتفضل لو في اي شريف عايزين نسالك كمان، هل لاحظت اي تركيز من الجهاز الفني، مدير الكوره، المدير الفني، الجهاز المعاون، على ان احنا نحافظ، نجومنا يحافظوا على قوه الدفع اللي بدانا بيها الدوري عشان ما يحصلش حاله استرخاء ولو بنسبه قليله، لان العروض كويسه جدا ما شاء الله والنتائج افضل واروع والجمهور راضي ووسائل الاعلام كلها بتشيد بشكل الاهلي وانطلاقته واداء فايلر من بدايه التعاقد معاه ومنذ الايام الاولى لعمله مع الفريق واول مباراه واول ظهور للفريق تحت قيادته، ازاي هنحافظ على ده القوه الدافعه للفريق في بدايه الموسم عشان نفضل بنفس معدل الاداء والنتائج في المباريات اللي جايه؟ الراجل كان حريص من اول بداياته مع النادي الاهلي او مع اجتماعاته في الاهلي مع لاعبي النادي الاهلي ان هو معاه سكاوتنج لكل لاعب بكل مبارياته بكل امتحاناته بكل يعني زي ما بيقولوا عيوبه وحسناته، ولكن مش هيعتمد على كل ده، هيعتمد على نظراته، هيعتمد على تنفيذ تعليماته. اللي هينفذ تعليماته هيكون موجود في المباراه، اللي هينفذ كل ما هو بيطالب من اللاعبين في التمرين هيكون موجود في المباراه. وبالفعل الراجل بيعمل روتيشن كتير ما بينها، ما بين روتيشن، ما بين ان هو يشوف يتعرف على قدرات اللاعبين اكثر واكثر. فلاعيبي النادي الاهلي اللي ما بيشاركوش واللي بيحاولوا يشاركوا، لاعيبي النادي الاهلي اللي بتشارك على فترات وبترجع وبتخش القايمه وبترجع بره او بتشارك، الكل بيحاول ينال ثقه الراجل، لان عارفين ان الراجل مش مثبت 11 لاعب الى الان، الراجل اي لعيب ممكن يتالق في التدريجه، ممكن يلاقي نفسه بيبدا اي مباراه. اللاعب اللي ممكن يتخاذل او ممكن ما ينفذش بعض التعليمات يلاقي نفسه على خطه البدلاء او خارج ال 18 او خارج القائمه خالص، ممكن ما يروحش معاهم معسكر اصلا في قائمه ال 21 لاعب. فالكل بيحاول يجتهد، الكل بيحاول يثبت للراجل ان هو كبير بس ده الفتيان الحمراء، بل بالعكس ده لعيب النادي الاهلي، ده لعيب الاصابات زي محمد محمود، زي سعد سمير النهارده بيقاتلوا في التمرين عشان يقدروا يلفتوا الانظار نظر الراجل ليهم. النهارده صالح جمعه النهارده بيدي تمرينه ولا اروع ولا اقوى، بيحاول يثبت الراجل ان هو جدير، ان الفتره القادمه يعتمد عليه الفتره القادمه. فبتشوف النهارده في التمرين، لا بطمن لك وبطمن جماهير النادي الاهلي، الكل بياكل النجيله بلغه الكوره عشان يثبت للراجل ان هو يعتمد عليه، الراجل يعتمد عليه في الفتره المقبله باذن الله. يعني يا شريف انا فهمت من كلامك حاجتين، اكد لي بس لو ده المقصود، انه مستر فايلر المدير الفني للنادي الاهلي اكد على امرين، اولا انه مدير فني صارم جدا في عمليه الالتزام برؤيته وتوجيهاته وطريقه اللعب وتكليفاته الفنيه، وانه لن يتهاون في اي نوع من التخاذل من نجوم او لاعبي الفريق في الالتزام بالتعليمات دي، ده اول امر. تمام مظبوط. الحاجه الثانيه ان مستر فايلر كمان ادى الفرصه وبيدي حافز للاعبين ان الفرصه متاحه امام الجميع للمشاركه، وانه موضوع الاختيارات والمشاركه في التشكيل الاساسي مش حكر على مجموعه ابتدى بيها او وفقت في بدايه الموسم، ولكن التنافس والفرصه متاحه امام كل نجوم الفريق. مظبوط، دي حاجه مهمه. وبضيف على حضرتك كمان حاجه ثانيه، ان هو قال ان ما عنديش تكوى الفريق، انا عندي الاهلي هو النجم. عظيم، عندي الاهلي هو النجم، الكلام صريح لكل اللاعبين، الاهلي هو النجم، ما فيش تكوى في الفريق، وده بيدل على كلامنا وبيدل على رؤيه الراجل. وباذن الله بس نتمنى التوفيق يفضل معاه الفتره القادمه عشان يثبت اقدامه اكثر واكثر، ويخش قلوب الجماهير الاهلاويه العاشقه للراجل اللي بدات تتعاطف مع الراجل وبدات تحب الراجل. ان شاء الله يكون القادم افضل والجمهور يقتنع اكثر واكثر مع الوقت ومع استمرار النتائج الرائعة، وبعد الفوز السادس على التوالي ما شاء الله، إن شاء الله النتائج تستمر بنفس القوة وأفضل، والأداء كمان نشوفه بيتطور أكتر وأكتر في الفترة الجاية. بشكرك شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذا اللقاء، زميلي العزيز ومراسل قناة الأهلي شريف شعبان. فايلر زي ما قلنا لحضراتكم بيمنح لاعبي الفريق راحة حتى نهاية هذا الأسبوع، طبعا كان الضغط النفسي والعبء البدني وتجهيز الفريق فترة الإعداد وانطلاقة الموسم والمباريات المتلاحقة محليا وأفريقيا، كل ده بيضغط على اللاعبين. شفنا بعض الإصابات بتبقى أحيانا لأسباب بدنية أو طبية، وأحيانا لأسباب نفسية حتى وذهنية، لاعبين جدد صفقات جديدة بتعتاد على نجومية النادي الأهلي وحجم الضغوط الإعلامية والجماهيرية المصاحبة لمبارياته، ده كله بيبقى بيشكل نوع من البريشر أو الضغط على أي لاعب بيتعود على حجم جماهيريه النادي الاهلي وحجم المطالبه بتحقيق كل البطولات اللي بيشارك فيها عن طريق اداره النادي واعضاء النادي وجماهيره في كل مكان، كل ده بيسبب لود عالي جدا على النجوم المنضمين الجدد للنادي الاهلي. عشان كده هو بيدي الجهاز الفني او فايلر تحديدا قرر انه يدي مساحه وقت راحه على كافه المستويات الذهنيه ونفسيه وبدنيه، على ان يعود الفريق مع انطلاق الاسبوع القادم ان شاء الله في الايام المتبقيه من فتره توقف الدوري الممتاز، ويستعيد فيها الفريق عمليه التجهيز والارتقاء بكل الامور البدنية والفنية وتجهيز اللاعبين وطريقة اللعب وخطة المباراة اللي هنركز عليها إن شاء الله في مباراة الزمالك القادمة، وبإذن الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي والتوفيق حليف النادي الأهلي في هذا اللقاء.
الاهلي يخوض مباراه وديه الاسبوع المقبل عشان الحفاظ على جاهزيه اللاعبين والتوب فورم البدنيه والفنيه، في تاكيد على انه ان شاء الله هتبقى في خلال فتره توقف الدوري قبل مباراه الزمالك مباراه وديه هيتم الاستقرار على الطرف الثاني فيها اللي هيواجه النادي الاهلي في هذه المباراه، علشان اللاعبين يحافظوا على اجواء المباريات او دخولهم في اجواء المباريات وما يبعدوش عن التركيز والحاله اللي محتاج اللاعب يكون عليها خلال خوضه للمباريات الرسميه. بيتصدر حاليا النادي الاهلي بطوله الدوري العام برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات على سموحه والانتاج الحربي واسوان، ويسعى الجهاز الفني طبعا لتجهيز اللاعبين معنويا وفنيا للمرحله المقبله لاستئناف عمليه التالق في المباريات والفوز محليا وافريقيا من خلال مبارياتنا في دوري رابطه الابطال الافريقي. زي ما قلنا وسمعنا من زميلنا العزيز شريف شعبان مكاسب كثيره جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، عوده عدد من النجوم اللي كانوا غايبين في الفتره اللي فاتت سواء لفترات قصيره او طويله، نجوم زي محمد محمود النجم الجديد المنضم للنادي الاهلي خسرنا جهوده للاسف الشديد بسبب اصابه لحقت بهذا النجم الصاعد اللي الكل بيتفائل بقدراته وانه ان شاء الله هيبقى من اهم العناصر الفنيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله في الفتره الجايه باذن الله، بس ربنا يقيه شر الاصابات وانها ما تتكررش الاصابه فتعطله مره اخرى لا قدر الله، لكن فقدناه سريعا جدا، فقدنا جهوده في الملعب سريعا جدا وبعد ايام قليله من بدء من عمليه التعاقد معه وبدء مشاركته في الملعب، عودته مكسب كبير، تجهيز محمود متولي وعودته مكسب كبير، كل النجوم أصحاب الخبرات اللي أشار زميلنا شريف شعبان إلى تألقهم في المباريات هيضيفوا العنصر الشباب ومتوسط الأعمار الصغيرة اللي بقى موجود في النادي الأهلي مع نجوم أصحاب خبرات كبيرة ومؤثرين، وجودهم مهم ودفع قوي للفريق زي وليد سليمان وشريف إكرامي وعدد كبير من نجومنا أصحاب الخبرات في النادي الأهلي. طبعا كده بنوصل لحضراتكم لختام فقرتنا الاولى فقره الاخبار في الاهلي الليله، وبعد الفاصل هنواصل الحديث والتحليل الفني لاداء الفريق والتوقعات الخاصه بافضل شكل لاعداد الفريق في الفتره الجايه لاستمرار واستئناف عمليه التالق محليا وافريقيا. هيكون معانا في استوديو على شاشه قناه الاهلي ومن خلال استوديو الاهلي الليله نجم النادي الاهلي السابق الكابتن احمد سامي والمدير الفني سابقا لفريق طلائع الجيش. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بضيفنا في استوديو الاهلي الليله وعلى شاشه قناه النادي الاهلي الكابتن احمد سامي المدير الفني سابقا لفريق طلائع الجيش ونجم النادي الاهلي سابقا. مساء الخير يا كابتن احمد واهلا بك. وانا مبسوط اني معاك. ربنا يخليك، سعداء بوجودك معانا النهارده. خلينا نبدا باخر مباراه خاضها النادي الاهلي والفوز بخماسيه على فريق اسوان على ملعبه وفي ظروف يومها الطقس كان صعب، درجه الحراره كانت عاليه جدا، شايف اداء الفريق في مباراه اسوان ازاي؟ بص هي مش اسوان بس، يعني ارجع برضو الماتش اللي قبله والماتش اللي قبله انتاج الحربي وسموحه والسوبر كمان ويعني كل ده تلاقي نسبه التهديف عاليه وده بيدل ان يعني النواحي التكتيكيه الهجوميه مختلفه شويه ومختلفه اختلاف كل جزء عن السنه اللي فاتت، وده طبعا ده شغل مدرب، هي اللعيبه كانت السنه اللي فاتت هي موجوده مع المدرب اللي فات لاسارتي ما كانش بتشوف الاداء ده المميز ده، كده الاهلي بيكسب بس ما كانش الناس عندها ثقه كبيره في المدرب لان اداء الاهلي كان في عدم اتزان كبير جدا السنه اللي فاتت، حتى يعني النجوم حتى الاستقدامات اللي جت في شهر واحد كانت شغاله انديفيدوال يعني شغل فردي في الملعب، شغل فردي في الملعب، رمضان صبحي شغال فردي، حسين الشحات شغال فردي، لا دلوقتي الموضوع مختلف فالجماعيه بتاعت نادي الاهلي رجعت تاني والاداء اللي بيدي ثقه لاي حد بيتفرج على الفرقه ويستمتع بالاداء التحركات الجماعيه للفرقه ادت ثقه للناس وادت ثقه للاداره وادت ثقه للجماهير كلها ان الاهلي ماشي بخطى كويس، وخلي بالك الاداء الجماعي ده هو اللي عامل القوه التهديفيه الكبيره للاهلي الفتره السابقه، ودايما بتبص على نادي الاهلي مع اي فرقه بيلعبها ان هو دايما موجود في نص ملعب الخصم على طول، ما تلاقيش الهجمات الخطره اللي كانت موجوده زمان وكنت تحط ايدك على قلبك لان كان في مشاكل كبيره في النواحي التكتيكيه والتحركات ووظائف اللعيبه والشغل الجماعي، كان في مشكله في تشك في الشغل الجماعي وكان النادي الاهلي مش متعود على ده، هو النادي الاهلي ميزته
بغض النظر عن الافراد هي عاليه او رخيصه، هي المشكله في ايه؟ في كواليتي اللعيبه كان عالي بس ما كانش في جماعيه، كانت مفقوده. فعشان كده كان الاهلي فاقد قوه كبيره قوي، ما كانش عنده تيم ورك في الملعب. ما هو تيم ورك هو الكوره يعني. انت اي فرقه بتشتغل معتمده على نجم او نجمين او ثلاثه هي فقيره فنيا بغض النظر عن اسامي الانديه، لكن الشغل الجماعي هو كان ميزه النادي الاهلي طول عمره، عشان كده تلاقيه دايما بياخد بطولات. لو الميزه دي بتروح من النادي الاهلي هتلاقي الشكل مختلف، وهتلاقي في عدم اتزان، وهتلاقي دايما النهارده النجم اللي انت بتعتمد عليه او النجمين مزاجهم حلو هتلاقي الفرقه حلوه، مزاجهم وحش فانت معرض، انت موجود تحت يعني مرتبط بمستوى النجم في المباراه، مستوى النجم ومزاج النجم. خلي بالك انت برضو هي موضوع مش مستواه، ممكن مستواه كويس ومزاجه وحش، حالته هو في مباراه. انت لما بتشغل الشكل الجماعي كلها تروس في بعض، حتى لو النجم ده طلع ونزل واحد اقل منه حتى من النواحي المهاريه بتلاقيه دخل في المكنه، فما تلاقيش تشك في الاداء. لكن النجم ده لما تلاقيه حصل له مشكله انت معتمد عليه، لانك انت كمدير فني لو اعتمدت على واحد او اتنين انت تبقى ما عندكش شغل، ما عندكش شغل. ونادي الاهلي لازم اللي بيمسكه او يبقى مدير فني يبقى عنده نواحي من الابداع في النواحي التحركات الجماعيه للعيبه. هل ده بدا المؤشرات دي بدانا نشوفها من اول مباراه، من مباراه الزمالك اول مباراه نتابعها، لان المباراه الاولى الافريقيه ما كانتش مذاعه حتى بعد اذاعتها او تسجيلها واذاعتها في وقت لاحق يعني. شكل التشكيل وخطه الملعب، السيطره الكامله على مباراه السوبر لحد الدقيقه 60 تقريبا من المباراه قبل الظروف طبعا الخاصه بال 30 دقيقه الاخيره، هل بدا يقدم فايلر للناس بشكل مبكر وبشكل مطمئن؟ بص، هو النواحي التكتيكيه الجماعيه عشان تشتغلها ومع كواليتيز لعيبه بتاعت الكلاس ايه بتاع النادي الاهلي هي محتاجه طبعا وقت، بس مش وقت كبير. هو يمكن ماتش السوبر خد وقت 60 في 60، وبعض برضه فترات يعني انت تقول بعض اجزاء من الماتش اجزاء مش قليله، اجزاء كبيره هي دي اللي ساعدته انه يتقدم التقدم ده. لكن ما كانش موجود ال 90 دقيقه وال 95 دقيقه نفس الاداء. دلوقتي ابتدى بالتدريج تلاقي بيكسب وقت، 60 دقيقه بقت 70 دقيقه بقت 80 دقيقه، هو ده الشغل الفني اللي المدير الفني بيشتغل عليه. وبره كل الشغل كده يعني انت وقت قد ايه بيبقى 70 دقيقه 75 دقيقه. دلوقتي انت بتتكلم في ماتش اسوان وصلت المرحله ان انت اللي متحكم، عايز تنهي الماتش 4 ولا 5 ولا 6 ولا عايز ترجع عشان جو حر، يعني انت بقى عندك القدره انت تتحكم في مجريات الوقت، ان انا اجيب جون امتى واقف امتى وعطل اللعب امتى. فانت موضوع ده وصلت لحته كبيره جدا، حته الثقه. اللعيب خلي بالك، اللعيب لما يكون المدرب عنده شغل وبيساعده من ناحيه التكتيكيه والتحركات بين الخطوط، انت بتساعد اللعيب بشكل كبير جدا في مستوى. انت بتشوف رمضان صبحي، رمضان صبحي كان دايما بيستعمل المهاره بتاعته في كل اجزاء الملعب. دلوقتي ما بيستعملش المهاره بتاعته الا اخر حاجه، الاول الشغل الجماعي وبعد كده الفردي، لما خلاص كل الحلول اللي المدرب مديها له التكتيكيه الجماعيه تنتهي قدامه، يبقى قراره هو موقفه انه بيطلع سلاحه، وسلاحه هو المهاره، المهاره قدراته الفرديه. وانت بتشوف جون اسوان اللي جابه هو كان عايز يبصيها، فلقى كل المساحات مقفوله، فابتدى المهاره راح مرقص ترقيصه او راوغ مراوغه وراح شايطها جون. فانا عايز اقول لك ان المدرب شغال كويس جدا جدا على النواحي دي، ودي اللي مخليه النادي الاهلي طالع جامد جدا. والناس مبسوطه يا كابتن احمد من موضوع ان تطوير الجهاز الفني او فايلر للاعب بقدرات رمضان صبحي. الكل كان بيقول ان رمضان ناقصه فكره انه يبقى لاعب هداف مع قدراته البدنيه والمهاريه دي، وده بدا يحصل الموسم. الشغل الجماعي هو اللي يخليه يوصل لكده. انت خلي بالك تشوف ستيرلينج في نادي مانشستر، في المان سيتي، كان في ليفربول مختلف خالص، كان في المنتخب ايام كان ليفربول مختلف خالص، بيلعب شغال انديفيدوال وبيشغل، لما راح لجوارديولا اشتغل بشكل جماعي بقى من هدافين الدوري الانجليزي. فالموضوع كله انت بتستعمل المهاره امتى وتوقيت امتى، بس لازم يبقى في رولز. الرولز دي اللي بيحطها المدرب، مجموعه تحركات جماعيه بتبقى 1 و2 و3 و4 و5 لغايه 7 8. كل التحركات دي لما تنتهي ممكن استعمل 1، ممكن استعمل 5 قبل 1، استعمل 6 قبل 5. كل التحركات التكتيكيه الجماعيه دي لما تخلص انت بتبقى مضطر تطلع المهاره بتاعتك. ما بيطلعش المهاره قبل تحركات المدرب، قبل اللي مطلوب، قبل الرولز اللعب اللي ما هو ده يعني. هي دي القصه الكبيره اللي الناس كلها شغاله بيها بره، ان المدربين الكبار يعني. كمان مؤشر كويس انه فايلر من بدايه الموسم سمعنا انه مأكد على اللعيبه وبيكرر التكليف ده في كل مباراه،
انه حريص جدا على التزام اللاعبين بتوجيهاته الفنيه وبتكليفاته، مش معتمد على قدراتهم الفرديه بس. دايما الـ 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 التفاصيل الصغيره بره الملعب بتنعكس عليك جوه الملعب. يعني لو ما فيش التزام كبير للعيبه في التمرين بالنواحي الخططيه هتلاقي منعكسه دايما في الماتش، وده اللي كان بيحصل في فترات سابقه. الانضباط التكتيكي، الانضباط التكتيكي ده دايما ما تقولش ان اللعيب بره الملعب او في التمرين مختلف عن الماتش، تعرف ان المدرب اللي بيقوله ما بيتنفس او المدرب ما بيقولش حاجه، فاهمني؟ وده اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت. طيب بالنسبه لبطوله افريقيا يا كابتن سامي، شايف ازاي فرص الاهلي؟ ما كناش موفقين بسيناريوهات مختلفه، ساعات بنوصل للفاينل ما بنكملش او ما بناخدش البطوله، خرجنا بشكل غير مناسب ومبكر جدا البطوله النسخه اللي فاتت. الناس كانت بتتمنى النادي الاهلي يرجع بتشكيل قوي بخطه لعب، والناس متفائله ان المجموعه الموجوده دلوقتي واداء فايلر وبصماته وجهازه المعاون ممكن تاهلنا للفوز ببطوله افريقيا. شايف فرص الاهلي ايه في البطوله؟ انت عندك الدوري وعندك بطوله افريقيا شغال عليهم وكاس مصر، فانت فايلر ميزته ان هو مفاهم اللعيبه ومديهم افكار لكل اللعيبه ورسائل ان الفرقه دي بتاعتك. مفيش حد في الرف او في التلاجه محطوط وبيروح يتمرن بس وبياخد فلوس. لا، هو موصل الفكره ان كله ممكن يشارك، فكله ممكن يشارك، بقت المستويات متقاربه، فعنده اوضه كبيره بيتحرك فيها، غير لما يكون عنده 11 اوضه صغيره بتحرك فيها او 12 13 لعيب بعتمد عليهم. هو دلوقتي بيعتمد على المقيدين كلهم، القايمه كلها، فعنده اوضه واسعه. وفي نفس الوقت ببعت رسائل للعيبه ان النادي ده بتاعك، الفرقه دي بتاعتك، انت ليك دور، فده كويس جدا يساعدك في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا محتاجه لعيبه عندها شخصيه قويه، وفعلا الاهلي يعني النهارده الناس مطمنه ان اللعيبه بقى عندها شخصيه قويه وعندها ثقه في نفسها. يعني عندها ثقه في نفسها، يعني انت بتخيل الاهلي بقى قوي، قوي شخصيته، قوي في قرارات اللعيبه جوه الملعب. الكلام ده موجود. ان بطوله افريقيا انا شايف انها هتبقى بطوله قويه جدا السنه دي، وكل الفرق جاهزه وكل الفرق مستعده. وانت هل احنا فعلا افضل من المواسم اللي فاتت بشكل يدينا فرصه افضل للفوز بالبطوله؟ افضل طبعا، ده بكل تاكيد ان انت افضل من السنه اللي فاتت بمراحل، مش بمرحله واحده، انت بمراحل، ودي تساعدك في بطوله افريقيا ان انت تنافس على البطوله. وخلي بالك الجمهور مش، يعني مش عايز اقول لك، مش هيقبل ان انت ما تاخدش البطوله السنه دي، وكمان بالمستوى بتاع اللعيبه دي. يعني انا شايف ان المدرب مركز، الجهاز الفني مركز، واللعيبه واصله لفورم عاليه وكواليتي عالي جدا من النواحي الجماعيه، فانا شايف ما عندكش حاجه، هو توفيق ربنا وتاخد البطوله. اعتمدت في وقت من الاوقات في تجاربك اللي فاتت كمدير فني على فكره تدوير اللاعبين، وان انا اعتمد على القايمه كلها، كل اخلي دايما اللعيبه بتتنافس والاجهز منهم يلعب ولا؟ طبعا، بس طبعا خلي بالك حته تدوير اللعيبه دي ليها مقاييس على حسب رؤيه، ملهاش قانون، ليها مقاييس وليها انت بتتحرك في مركز او ثلاثه، ومركزين دايما او مركزين ثلاثه دايما من النواحي الهجوميه. حته التدوير في النواحي الدفاعيه بتبقى صعبه شويه، لان حته الجون والمساكين دي بتبقى عمليه هرموني مختلف، عايز خلاص اثبت لو التشكيل ده ماشي كويس، فهتلاقيه دايما هو مضطر يغير في المدافعين، لكن مش هتلاقيه بمزاجه بيقعد. يمكن قعد رامي ربيعه ماتش اسوان، انت برضه في فرق كبير جدا، ماتش يعتبر ضعيف بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بيحافظ عليه عشان المرحله الجايه بس. لكن في الغالب انه كلامك يا كابتن احمد ان طريقه ابداع المدير الفني او الاجهزه الفنيه في استغلال بدائل في الملعب بتبقى في نص الملعب وفي الهجوم، مش في خط الدفاع. طبعا دي بكل تاكيد. وخلي بالك حته الرسائل ان انت النادي بتاعك والفرقه دي بتاعتك وعايزين انت تبقى موجود ومشارك في البطولات دي مهمه جدا من النواحي المعنويه، دي تساعدك كمدرب لو عندك طرق وابداعات في النواحي التحركات، تساعدك ان كله يبقى ما انت ما عندكش قلق. يعني ايه قلق؟ يعني انا النهارده حسين الشحات النهارده انذار موقوف، ايه مشكله لما لعب جيرالدو؟ مش هيبقى قلقان، يعني هتشيل ده هتحط ده، حاسس ان المنتج هو قريب من بعضه، ان عدد اللاعبين الموجودين اللي اقدر استغلهم في المكان ده كلهم على مستوى، هو خلي بالك كل المدربين ما بيقلوش على كل المدربين في العالم بيدوروا على حاجه اسمها الجوده، جوده الاداء. جوده الاداء لو عند المدرب والنتائج متاخره دي بالنسبه له مش هتلاقيه زعلان، هتلاقيه واثق ان خلاص اول ما توفيق ربنا ويجيب اجوان ويكسب هتلاقيه قعد فتره طويله. فحته الجوده
كل مدرب بيدور عليها. وانا شايف ان الجوده قربت من النادي الاهلي، قربت من المدرب ان هو اللي بيدور عليها حته جوده الاداء. في ناس كتير بتشوف ان الاهلي كان عنده مشكلات وخلل كبير في الاداء في خطوط او في خطين، الدفاع وخط النص في الفتره اللي فاتت في الجوانب الدفاعيه، في خط النص وفي خط منطقه المساكين. في ناس كتير جدا متفائله انه بعد رجوع رامي ربيعه ووجود ايمن اشرف والتعاقد مع اسمين زي ياسر ابراهيم ومحمود متولي واضافه كبيره زي حمدي فتحي كهاف ديفندر، شايفين ان خلاص الاهلي اصبح له شكل تاني خالص في قوته واستقراره الدفاعي سواء في خط الظهر او في نص الملعب. بص انا ضد الموضوع ده، يعني خلي بالك ان النادي الاهلي حتى في الفترات السابقه اللي كان بيقولوا فيها مشاكل في خط الظهر هي كانت بتفتقد لمدرب. خلي بالك مدرب النادي الاهلي كواليتي اللعيبه دايما حتى لو في اخفاقات هو كواليتي اللعيب انديفيدوال كافراد هو كويس. ما كانش نادي الاهلي، لان النادي الاهلي لما بيجي يشتري لعيب بيقعد يراقبه 3 شهور وخمس شهور، بيقعد يراقبه فتره كبيره. انا مدرك النادي الاهلي بيشتري ازاي. فحتى المشكله كان ما عندكش مدرب عنده نوع من الابداعات ان يشتغل مع الفرقه ومن نواحي الجماعيه، ودي تحط عليها 30 خط. اصل الموضوع من نواحي الجماعيه هي كلمه بتتقال، لكن آلية التنفيذ حتى الجماعية دي صعبة جدا ومش أي مدرب يعملها. يعني شايف إن كانت المشكلة مش الأفراد، لا مدرب، مشكلة شغلي أجهزة مدرب من أيام كارتيرون كمان. المشكلة دي كانت موجودة كمان، نفس مشكلة الديفنس أيام كارتيرون واستمرت أيام لاسارت. كانت ما اتحلتش مشكلات ما اتحلتش. طيب إيه اللي بتتمنى تشوفه بعد البدايات القوية للأهلي الموسم ده يا كابتن أحمد؟ إيه اللي عايزه في الفترة الجاية أو بتطالب بيه الجهاز الفني ونجوم النادي ده؟ لا هو لعيبه الاهلي مش محتاج ان انا اقول لها حاجه، هي بتنفذ وبتعمل اللي عليها وبتقاتل في الملعب. وخلي بالك النادي الاهلي اهدافه واضحه ان هو انت عايز البطولات، بطوله الدوري انت بتاخدها حتى لو انت مش احسن في حالاتك. السنه اللي فاتت انت ما كنتش احسن في حالاتك وكنت بعيد عن الصوره خالص وخدت بطوله الدوري. بطوله الدوري بالنسبه لجمهور الاهلي هي موجوده، لكن هي بطوله افريقيا هي المفروض الهدف اللي بيسعى عليه اللي موجودين دلوقتي وقايمين في نادي الاهلي، سواء اداره سواء جهاز اداري سواء لاعبين، كل العناصر هي هدفها دلوقتي بطوله افريقيا. ما حدش يقول ان الدوري مش هو ده الهدف، لا هو الهدف. بس بطوله افريقيا هتعمل فرق كبير جدا في الجيل ده. هل ممكن نقول انه من المؤشرات الايجابيه كمان ان عدد اللعيبه اللي بداوا ينضموا لاستدعاءات المنتخب وتجمعات منتخبنا الوطني بيزيدوا؟ يعني النهارده بيطلب 6 من نجوم الفريق الاول و4 من نجوم المنتخب من إيه؟ الاولمبي. انت من شايف من ايه؟ من ارتفاع الاداء. ده مؤشر الجماعي. الاداء الجماعي. خلي بالك انا لو مدرب منتخب هدور على مين اللي بينفذ من ناحيه التكتيكيه الجماعيه بغض النظر عن الاسامي. خلي بالك، لا انا يعني انا من نوعيه المدربين، ماليش دعوه بقى مدرب المنتخب اللي ماسك دلوقتي، انا بكلمك من نوعيه المدربين، بشوف الفرقه التيم وورك كافراد وكجماعيا عاملين ازاي وانت هتختار منهم بس. طيب خلينا ننقل شويه كلامنا على منتخبنا الوطني الاول بعد المشكلات والانتقادات الكبيره اللي اتوجهت للمنتخب خلال فترتين، خلال فتره كوبر واجيري. شايف فرص المنتخب ازاي في الفتره الجايه، او منتخبنا محتاج ايه في الاختيارات في طريقه اللعب؟ ايه التطوير او نوع التطوير اللي محتاجه منتخبنا الاول الكره؟ العدل بس. العدل في الاختيارات بغض النظر عن مين بيلعب بتشيرت ايه. انا لعيب كويس في نادي بنافس على الهبوط اجيبه. انا لعيب في فرقه كبيره ومستواه وحش ومصمم اخده، لا. هو العدل في الاختيارات، والاختيارات دي اللي هتساعدك ان كل اللعيبه اللي في مصر تبقى عندها فكره اللي انا بقولها في نادي الاهلي، طموح برضو اللي هي انهم زي ما هم مع فايلر في الاهلي المنتخب ده بتاعنا وانا عندي فرصه ايه المانع؟ بيحصل ده ان اللعيب يتظلم؟ لا ما بيحصلش طبعا فترات. لا ان اللعيب يتظلم عشان هو في نادي اسمه مش كبير طبعا، فمهما كان اداؤه كويس ما بيتشافش. طبعا عماد فتحي كان بيلعب في انبي، هيتاخد منتخب لما بيلعب في الاهلي. نفس الفكره هي موجوده في مصر، مع احترامي يعني للجميع. حمدي فتحي مع احترامي للجميع، هي البس تيشيرت الاهلي البس تيشيرت الزمالك اروح منتخب مصر؟ لا، ما في لعيبه كويسه. الكابتن حسن شحاته لما خد جده كان بيلعب فين؟ في الاتحاد، ونادي شعبي ونادي كبير برضو جدا. يعني قصدي حته ان انا اوسع الفكره عند اللعيب، هتوسع الفكره عند اللعيبه الطبقه العريضه اللي في مصر، هيبقى عندك قماشه كبيره جدا تختار منها. طيب. لكن هتضيق الحدود اختار من النادي ده ومن النادي ده بس، لا هتبقى عندك مشكله. مين اللعيبه اللي ما كانتش في منتخب مصر في الفتره اللي فاتت وبتتمنى انهم يبقوا في منتخب مصر، او شايف ان عندهم احقيه يشاركوا في المنتخب ولو مبدئيا من خلال المباريات الوديه؟
انت عندك السلايه ربنا يشفيه طبعا، كان نفسي يبقى موجود في امم افريقيا اللي فات. عندك ادو عبد الله جمعه اتاخد، عندك محمد حمدي اتاخد بتاع بيراميدز، عندك رامي ربيعه ربنا يسهل ويتاخد لانه من احسن سرد باكات موجوده في مصر اكيد، بغض النظر عن الاصابات لو هو كويس لا احطه وانا يعني مغمض كده. انا عارف ان رامي ربيعه بقى مطمئن انه في الملعب بدايه ولعيب قوي وسريع اللي بنفتقده في سرد باكات مصر. سرد باكات مصر اغلبيتها بطاء، جنبهم مش عالي قوي، ما عندهمش بدايه الهجمه كويسه. يعني ده عنده مواصفات اللعيب اللي انه كمان مصر. عنده مهارات الكوره، لعيب كوره ما بيبدا يهاجم مع الفريق بيعرف يلعب طبعا في نص الملعب احيانا في بعض المباريات. عندك كسبت اهو صلاح محسن، كسبت مصطفى محمد بتاع الزمالك، عندك لعيبه طالعه، وعندك جيل سبعه، الجيل اللي هو بتاع منتخب الاولمبي ده هو ده اللي هيبقى، هو ده اللي هيبقى منتخب مصر. تابعت اللعيبه في الموجوده في كلهم عارفهم طبعا، لان انا كنت بحكم ان انا كنت ماسك فترات فرق السن 97 ده عارفهم كلهم. في لعيبه مميزين بتتوقع لهم ان هم يبقوا قريبا جدا في المنتخب الكبير؟ كلهم اغلبيتهم. انت عندك السيرد باك بتاع المقصه اللي هو كابتن فريق المنتخب الاولمبي، مش متذكر اسمه، لعيب من لعيبه يروح طيب حته تانية. ازاي حافظ عليهم؟ احنا كان عندنا اكتر من سيناريو اتكرر قبل كده، اجيال كتيره منتخب شباب او منتخب اولمبي بنشوفهم لعيبه كويسه قوي، الجمهور بيبقى فرحان بيهم جدا، شافهم في بطوله افريقيه او عربيه او دوليه، بعد كده خلاص انت بتشوفهم، هتشوفهم بيتنسي الجيل ده، هتشوفهم فين؟ انت وهم صغيرين انت ما بتشوفهمش الا لما في نادي يعطف عليهم ويبقى في مدرب عنده وعي. اصل خلي بالك اللعيب حظه حلو لو المدرب عنده رؤيه واكتشفه بدري. عماد متعب لو اي مدرب تاني ما كانش اكتشفه بدري، ما كنتش شفت عماد متعب الا متاخر وعنده 25 سنه و27 سنه لكن هو عشان في مدرب شافه من بدري عنده رؤيه فطلع وكسر باحسن راس حربه في مصر. فانت عندك النظام تحت مقبره ما بتديش فرص للعيبه، لا بغض النظر ما بستثنيش حد، كل البتاع ما فيش. انت عندك اتحاد كوره، انت بتعمل ايه للقطاعات دي؟ انت ما عندكش رؤيه بس الا منتخبات، ما عندكش رؤيه. انت يعني مسابقات الجمهوريه دي ماشي، انت بتعمل مسابقه واحده ما ينفعش، ده انت المفروض تدور تعمل زي بطوله ابطال افريقيا دي لسن مثلا 20 سنه. ما مش قادر تجمعهم ان تعمل بطوله زي ابطال افريقيا دي، تعمل بطوله زي بتاعت شمال افريقيا، تختار بقى احسن مثلا يعني المسابقات، تتدخل في الاتحاد الافريقي تعمل المسابقات دي. المفروض يبقى في رؤيه كده، ما يبقاش الموضوع كله انا مستني اللعيب يطلع درجه اولى اشوفه. طب افرض ما طلعش، في مواهب كتير جدا بتبطل كوره عشان ما خدتش فرصه، والقوايم الاعداد اللي فيها مش سامحه، ففي تحت مشاكل كبيره جدا. بغض النظر في بعض الانديه بتعتمد او بتطلع، وفي بعض الانديه لا، هي بتجيب ديليفري ما بتجيبش المطبوخ. خلي بالك المطبوخ، اللعيب المطبوخ تحت في النادي اللي هو فيه بيبقى عنده انتماء وعنده ولاء وعنده روح وعنده استمراريه في النادي ده، يدي لغايه منتخب مصر، تاثيره على النادي نفسه اللي اتربى فيه اكتر من اللاعب القادم. لكن اللعيب الدليفري ده هو جاي دليفري، والدليفري دايما ما بيشبعش. طيب بعض الناس وهي بتسمع دلوقتي يا كابتن احمد، بالمنطق ده هيقولوا ولاد النادي دايما لما بيطلعوا الفريق الاول بيبقوا كانهم بيلعبوا المنتخب بلدهم، طبعا بيعملوا كل حاجه لناديهم بنفس روح ادائهم. اي بص لعيب لعب درجه اولى، بص جات لي لعيب في النادي الاهلي لعب درجه اولى او في اي نادي في مصر لعب درجه اولى وهو من الناشئين وكمل سنتين ثلاثه في الدرجه اولى، هتلاقيه دايما راح منتخب مصر والدنيا كلها عايزاه. طب ما ده حصل مع نجوم جولنا من خارج النادي الاهلي وكسروا الدنيا. مين؟ بركات ابو تريك وائل جمعه. بص انا بقول لك في حالات، احنا ده اللي بفكر يعني معاك في اللي الناس هتقوله. لكن انت لو انت دلوقتي لازم تبقى معتمد، يعني انت رمضان صبحي ده انت مطالب ان انت تتعاقد معاه، هو جاي عاره. انت لو فقدت رمضان صبحي الفترات اللي السنه الجايه مثلا انت فقدت ترس كبير جدا في نادي الاهلي، هيحصل لك شك في الاداء. انا بقول لك اتمنى خلاص الصفقه تتم بشكل نهائي طبعا ده نادي. وده مين ده؟ ابني من ابناء النادي فاهمني. وخلي بالك انت بتتكلم على بركات، بتتكلم دول اصلا انت جايبهم يعني لاعبين منتخب مصر جايين نجوم طبعا، بس يعني ده في نجوميتهم زادت. لكن انت مين كم واحد من ولاد النادي موجود في النادي؟ ده اللي بقى يفرق معاك. لو انت عندك خمسة ستة في قوام الفرقة من ولاد النادي وتجيب ناس من بره هي كلاس ايه، هتلاقي الفرقة راحت في قصة تانية خالص. بتتمنى دايما يبقى في على الأقل 50% من اللي طالعين من جوه النادي من ولاد النادي، نسبة مش صغيرة، مش لازم نسبة معينة بس نسبة، بس مش عدد صغيرة كافي عدد كافي.
هل عانيت جيلك عانى من ده؟ احنا سمعنا عنكم قبل ما تبداوا تلعبوا مع الدرجه الاولى او الفيرست تيم في الاهلي، كنا بنسمع اسماء احمد سامي، هاني العقبي، مجموعه من النجوم، في منهم استمر، في ظهر بقوه مع الاهلي قعد فتره حتى لو انتقل لنادي تاني، وفي ما ظهرش في الفريق الاول. لا زمان كان ما فيش، كان اللعيب بيطلع فوق درجه اولى من اللعيبه الكبيره هو متحنط لغايه ما يطلع من هنا على خلاص يعني يبطل كوره. ما كانش فيه بقى احتراف، وما كانش فيه حته ان تروح لانديه، فكان تحرك اللعيبه كان صعب، كان فيش تحركات للعيب. لكن دلوقتي انت اي حد عنده فرصه لو عنده 17 سنه 18 سنه يلعب درجه اولى في النادي الاهلي، لان في تحركات كتيره في الـ في الـ في اللعيبه، بيحترف بره يروح نادي تاني يطلعه اعاره، ما فيش، كانش عندنا الكلام ده. كان اللعيبه كنا لعيبه جامده جدا، بس ما خدناش فرصة الا ضئيلة في نادي الاهلي. طيب اتعاملت مع فكرة لو بتنصح الناشئين في النادي الاهلي او في اي نادي تاني في فترة تصعيدهم للفيرست تيم، قول لي الحاجات اللي تتمنى قبل تصعيدهم، قبل ووقت تصعيدهم لما بيبداوا المنافسة مع النجوم الموجودين في الفريق؟ لو هو ما عندوش فرصة لازم يطلع اعرف اي فرقة، قولا واحدا، لو ما عندوش فرصة ما يقعدش بعيد، لا ما يقعدش. اصل هو القعدة، لو انت جايب احسن لعيب في العالم لو قعدته في الثلاجة عقبال ما تفك الثلج اللي عليه هتاخد وقت، فانت لازم يطلع. يعني نظام النادي الاهلي اللي بيعمله حته حتى 99 97 اي سن من 2001 عايز طلعه طلعه عاره من دلوقتي على اساس يبقى جاهز بالنسبه له، يبقى عنده الشخصيه وخد الاجواء، ما ياخدش بقى فتره كبيره. لكن ما استناش لغايه سن 21 سنه 22 سنه النادي الاهلي يقيدني ولا ما يقيدنيش وبعد كده ابقى في الشارع، لا، لازم يبقى اللعيب كمان، اللعيب حتى لو هو ما يبقاش قاعد في نادي الاهلي وملوش لازمه، حتى لو هو مؤثر في قطاع الناشئين. لكن الهدف كله ايه؟ قطاع الناشئين ده كله هدف ان هو يبقى فيه تفريغ للدرجه الاولى. يعني راضي عن تفكير النادي الاهلي في فكره دلوقتي ان اللاعب مش هحتاجه الموسم ده انه يطلع يعرب، استفيد باللاعب، اجهزه فنيا واللاعب يستفيد ماديا وفنيا ويرجع اكتر جاهزيه لما يبقى الفريق محتاجه. بالظبط، افضل من ان اللاعب يبقى طاقه معطله كده. طبعا طبعا، اصل هو مش تحت معبد، مش معبد اللعيبه تفضل قاعده معبد لغايه عنده 21 سنه، لا. انا لعيب مميز ونادي عايزني حتى لو درجه ثانيه، ولو عندي 2000 لو حتى مواليد 2001 مواليد 2000 صغير 17 18 سنه عايز يطلع يطلع، مفيش مشكله. بتتمنى الانديه تفتح ده اكتر؟ ده هو المفروض اللعبة. مش ده اتمنى، ده المفروض الكلام ده من سنه 90. طب ده اجتهاد من الانديه من اداراتها ولا لوائح المفروض تتعدل في مصر؟ كل لا اللوائح في مصر لازم تتعدل، والمنتاليتي طريقه التفكير في الكوره، لا عندنا احنا بعاد جدا عن طريقه التفكير، لان انت بتبص من منظور انت خايف، عايز ترضي ده وعايز ترضي ده وعايز ترضي ده، واللي بيحاول يرضي كل الناس بيفشل. فانت لو قلت حد بيقدر يعمل كده، لا في ناس كتير قوي بتحاول تعمل، بيحاول بس مفيش حد بيقدر يرضي كل الناس، بس صحيح. اللي بيفشل دايما بتلاقيه مستمر سبحان الله في الكوره في مصر. فكره ان النادي الاهلي بقى له سنين من 2008 و2009 بيقول لهم يا جماعه المنظومه كده ليست رابحه، المنظومه كده خسرانه فلوس مش احترافيه، دي كده منظومه مكافاه الكاس كام؟ لازم نعمل دوري محترفين. مكافاه الكاس كام؟ لا شيء، حاجه لا تذكر، مليون ونص صح؟ مش حوالي مليون ونص؟ ما عنديش الرقم بالظبط، بس هو حوالي مليون ونص. حوالي مليون ونص، يعني فرقه جابه لعيب ب 150 مليون جنيه، اي فرقه وخدت كاس ايه يعني؟ انت بتشوف الدوري الانجليزي فرقه طالعه من الممتاز به، طالعه الممتاز بيدوا لها فلوس غير طبيعيه، ليه بيدوها فلوس غير طبيعيه؟ عشان يبقى فيه، وهو اضاف للدوري الانجليزي، ما طلعش فرقه عبء على الدوري ويبقى انا عارف ان انا قاعد كفرقه طالعه لي من تحت، عارف ان انا كده كده واخد 3 بونت والفرقه دي نازله. فحته ميزانيات الفرق عشان يدعموا خطوطهم ويجيبوا لعيبه ويعملوا تعاقدات طبعا، عشان يضيفوا للبريمير ليج، وعشان يبقى فيه كمان الراجل اللي هو بيصرف على الدوري، لما يجي يدي الفرقه اللي طالعه ممتاز به برضه تطلع تلاقيه بيديله فلوس قويه، لان هو مدعم تدعيم جامد، يعني ممكن ياخد مركز. انت بتشوف فرق كبيره جدا في المانيا بتطلع ممتاز بتاخد الدوري. طب على فكره احنا عندنا الاشكاليه دي على مستوى الرياضه في مصر، ليه بقى؟ عارف ليه؟ لان الميزانيات الفرق مش شفافه، يعني المفروض الممتاز بيه ده مش شرط ان انت طلعت اول المجموعه تطلع الدوري، لا انت المفروض ميزانيتك ايه؟ طلعت اول مجموعه بس ميزانيتك ايه؟ افرض تاني الدوري الممتاز بيه عنده ميزانيه قويه يقدر يشتري لعيبه، فاهمني؟ وعقودهم موجوده، انت كل الميزانيات مش شايفها. والمشكله دي موجوده في قطاعات تانية غير كره القدم،
النهارده النادي الاهلي عامل فرقه باسكت ما حصلتش الموسم ده تحت قياده الكابتن اشرف توفيق، وصرف وعمل وطور الفريق وتعاقد مع عدد من الصفقات ان شاء الله هتخليه افضل فريق الموسم ده باذن الله، والنتائج باذن الله تاكد الكلام ده. لكن في النهايه مع حجم الانفاق ده وتطوير الفريق بالشكل ده عشان يبقى لائق بطموحات جماهير الاهلي، في النهايه حد يقول هتوصل. لنا المكافئات الماليه ايه بتاع الدوري السوبر ودوري المرتبط وكده؟ لا سيبك يعني انا بتكلم انا بتكلم عموما يعني انت مكافاه الدوري كام؟ لما تيجي توصل تقول لي مكافاه الدوري عشان انت دوري محترفين مكافاه الدوري 60 70 80 مليون جنيه، هتلاقي الدنيا بموتين بعض عشان ياخد الدوري، هتلاقي في سبونسر غير طبيعي في الدوري، قصه كبيره. لكن انا بصرف المصاريف دي كلها وفي الاخر باخد حديده من غير اي مقابل مادي، وانا بتحمل تكريم معنوي بس، معنوي بس، ما فيش مكسب عشان كده النادي الاهلي قال يا جماعه مش معقوله، امال ايه يصنع عليه؟ امال كل الناس بتقول وحتى المسؤولين في مصر بيقول لك دي صناعه عليه، بس احنا بنقول صناعه بس من غير اليات، ما فيش ادوات يبقى لازم نغير الامور ماليا واداريا وهيكليا كل حاجه طبعا، كل حاجه لازم كل حاجه، بس اهم حاجه تبقى كده. لو بقيت كده ومبصتش على حاجه خالص الا سيستم هتبقى ناجح. طب ايه المشاكل اللي شفتها في اتحاد الكوره قبل فتره التغيير اللي حصلت وتكليف اتحاد مؤقت والاعداد لانتخابات جايه؟ ايه الحاجات هو اللي الحاجات كلها موجوده زي ما هي، ما تبقاش ما تتكررش تاني، هي الحاجات زي ما هي، حاجات الناس بتحاول لكن مش من خلال سيستم، برضه مش من خلال سيستم. يعني انا نفسي اشوف الدوري منتظم، بيحاولوا السنه دي ان في دوري منتظم، بس هتلاقي في ماتشات اتاجلت في النص، هتلاقي بغض النظر بقى فرقه من افريقيا زي فرقه مثلا على المشكله بتاعت الزمالك، لو عادوا الماتش هيبقى في تاجيل، دي ظروف استثنائيه. بس انا بقول لك يعني مفيش من A to Z سيستم كده، مش باصص على فانيلات الوان تيشرتات، في موجود في مصر السيستم ده؟ لو موجود انت قول لي. لا في ناس كتير بتقول دايما حسابات التوازنات دي طبعا وارضاء كل الاطراف مؤثره على، طيب ما انت عمرك ما هتنجح طالما حتى في تشكيل الاجهزه الفنيه للمنتخب لازم واحد ناحيه يمين وناحيه شمال، ناحيه يمين ناحيه شمال كده. طيب ايه رايك في تكليف مدير فني مصري للمرحله دي؟ الكابتن حسام البدري تم الاستقرار على اسمه، ايه اللي محتاجه الكابتن حسام من وجهه نظرك علشان يحقق النجاحات المطلوبه او اللي بنتمناه؟ هو العدل بس في اختيارات اللعيبه، وما بقاش فيه لعيب شايفه مستواه قليل وتاخده بغض النظر عن اسمه ايه. بس لكن هي حته المنتخب الوطني، لا هي من زمان المفروض تبقى مصري. النجاحات اللي حققناها كلها مع مصريين؟ لا، والمصريين جامدين في التدريب. انا بقول لك يعني في نسبه في مجموعه عندنا في مصر لا كويسين في التدريب، ما يقولوش عن الاستقدامات اللي انت بتجيبها، انت بتجيب مدربين مش فيرست كلاس، وتكلفه عاليه جدا، تكلفه عاليه جدا، سبحان الله ما اعرفش. كنا اعلى تكلفه في كاس الامم اللي فاتت، عربيه رخيصه بثمن عربيه غاليه، ما اعرفش ليه ده اللي بيحصل. طيب في ناس بتخاف انه المدير الفني الوطني او المصري ما بيحصلش على نفس القدر من المساحه اللي بتديها الصحافه والاعلام والجمهور والراي العام للمدير الفني الاجنبي، ما بنصبرش عليه، بنهاجمه من اول يوم، بنبدا البرامج تتدخل كتير قوي في شغله عكس ما بندي فرصه كبيره في بدايات الاجانب، ايه رايك في الكلام؟ لا لا عادي، المفروض المدرب يبقى القنوات دي موجوده في كل العالم وكل النقد يبقى موجود، المفروض الراجل ده بيبقى مركز في شغل معين لانه عنده طريقه شغل معينه، ممكن انا ما ابقاش راضي عنها او ده مش راضي عنه، المهم في الاخر هو بيوصل لي لنتيجه معينه، النتيجه دي فشلت او نجحت هو المدرب اللي بيتحاسب. لكن حته النقد، النقد ده موجود في كل حته، المفروض يفصل نفسه عن الموضوع ده خالص وما يسمعش لاي حد. يعني حته انت كنت بتشوف الفترات السابقه ناس بتروح المنتخب بباراشوت وبتروح من هنا وناس مكسره الدنيا وما بتروحش، دي كلها عند المدرب المصري انا بقول لك هتنتهي، لكن المدرب الاجنبي سهل تتحكم فيه، سهل تتحكم فيه لو انت اديت له مرتب عالي شويه تتحكم فيه. لو اديت له مرتب عالي مش هو يعني في مدربين بره بتاخد لها مثلا 30 40 الف دولار طول عمرها. يعني تشوف السي في بياخد له 30 40 الف دولار، يجي مصر تلاقيه 150 الف دولار. فطبعا هيقول لك اللي انت بتديله المبلغ ده طبعا الاجنبي يعني اللي تشوفه بقى اللي تقول عليه انت عايز، مين عايز ده حطه ده. طيب هنتكلم كمان عن انه بعض الناس شافت ان كان في لعيبه بتختار للانضمام للمنتخب وهي لمجرد انها محترفه بره مصر، مع انها محترفه في دوريات ضعيفة جدا ومش مؤثرة، وفي بديل بيلعب في الدوري المحلي. في كابتن ربيع ياسين اتكلم عن عدد من الأسماء. مين زي مين؟ ناس قالت علي غزال، ناس قالت عمرو وردة، ناس قالت مجموعة من اللاعبين قالوا لا، والدوري اليوناني مش ضعيف، مش على الدوري،
بيتكلموا كانوا على كواليتي بعض المحترفين اللي نفت ان بعض اللاعبين المحليين كانوا حق منهم حاله اللاعب نفسه. اه ماليش دعوه معلش الدوري اللي بره، لكن في حاله علي غزال كان الكلام على الدوري الكندي انه مش دوري. اه طبعا ما لا انا بتكلم على حالته انت حاولت تجيبه ولعبته ولقيته مش تمام ما تصممش. اصل حته التصميم خلي بالك المرونه في التدريب دي حاجه اساسيه، لكن الجمود دي حاجه وحشه في كل حاجه. لا بقى انا راجل جامد في كل حاجه وانا بسمع كلام نفسي بس، لا المرونه دي حاجه كويسه جدا في التدريب وحاجه ايجابيه. حته انا مستوى ايه النهارده بغض النظر هو بيلعب فين، افرض علي غزال ده بيلعب في الدوري الكندي بس لعيب جامد قوي اجيبه، لكن انا ما يبقاش بقارن بين اتنين واحد مستوى كده واحد مستوى كده بس اللي مستوى تحت ده عشان بيلعب محترف بره يبقى انا اخده. يبقى انا راجل فكري الافق بتاعي ضيق، وده اللي حصل. خلي بالك عندنا مفاهيم كتير جدا في مصر غلط، الناس بتفكر بطريقه فيها جمود لدرجه غير طبيعيه. يعني مع الاراء اللي بتقول ان التقييم او معيار التقييم والاختيار هنا يبقى مستوى اللاعب نفسه طبعا بصرف النظر هو بيلعب في الدوري المصري ولا في دوري عربي ولا اوروبي. بالظبط، لان في ناس قالت انه لما يبقى عندي محترف زي صلاح او حجازي او تريزيجيه دول ما فيش خلاف عليهم فنيا. يعني انت عندك خلاف، عندك خلاف ان الدوري اليوناني اقوى من الدوري المصري؟ لا. طيب خلاص لكن ممكن يبقى لاعب في دوري يوناني او اوروبي وما بيلعبش، ودوري اقوى من الدوري اليوناني وما بيلعبش. ما بيلعبش يعني مثلا احنا النني اتاخد كان الفترات اللي هو بيلعب فيها مع فينجر كان فترات كان بيلعب فكان يستاهل ان يبقى يجي اللي بيلعب في احسن دوري في العالم، لكن الفترات اللي هو بعد فينجر ما مشي وما كانش بيلعب خالص لا انا مخدوش، لانك عندك لعيبه هو دي اللي عملت لك تشك كبير في كاس الامم. يعني انت عندك كان السوليه مكسر الدنيا. النني برضه عمل جدل واشكاليه كبيره قوي لان آه في يعني ناس قالت ببساطه يا كابتن احمد يا جماعه انتوا بتنتقدوا لعيب بيلعب في الارسنال ومش عايزينه يبقى في منتخب بلده. ما هو دول الناس دي بتتكلم في معبد. هو في ناس قالت كده معبد. وناس قالت عيب اصلا نتكلم على لعيب بيلعب في نادي في حجم الارسنال. الناس قالت انه ما بيلعبش. المفاهيم في مصر غلط. مش عشان انا معايا تاشيره انجلترا وعايش هناك ابقى انا راجل بفهم اكتر من الراجل اللي قاعد في مصر. ما هي العقده والمفاهيم الغلط اللي في مصر دي هي دي اللي موديناه في داهيه. بكلمك في كل المجالات، مش عشان واحد عايش بره يبقى بيفهم اكتر من مصر ومثقف، لا خالص الموضوع مختلف خالص. يعني نجيب محفوظ خد نوبل وهو انا وبيكتب كتب بالعربي في مصر. فانا قصدي ايه الموضوع كله بلاش عقده ان انا قاعد بره. يعني بنطبق ده على نفس اللاعب على محمد النني كحاله بتقول يا كابتن احمد هنا انه كان وقت كاس الامم حالته الفنيه ومشاركته مع فريقه تؤهله للوجود في المنتخب، لكن في فتره ثانيه ما كانش بيشارك وحالته الفنيه ما تخلوش بتواجد في المنتخب. يعني الفكره هنا ان بتعامل بموضوعيه مع نفس اللاعب. بالظبط، مش في كل فتره بالزبط. لازم يبقى بعيد او في كل فتره لا لازم يبقى جوه المنتخب. كل اللعيبه كده بغض النظر عن اساميهم بقيمهم بشكل دوري. دوري على مشارك ولا لا ومؤثرين ولا لا. في اصل الحاله دايما مش هتبقى ثابته فترات كتير. احنا بني ادمين واحنا يعني انت طريقه تفكيرك النهارده ممكن تبقى ايجابيه جدا وتيجي بعض الوقت تلاقي تفكيرات دخلت مش سلبيه مش موفقه. فده ده ده احنا بشر وهي دي الحياه. لكن ممكن تلاقي النادي الاهلي في ماشي بفترات سابقه كتير ويحصل دروب فتره، مش معناه ان هو لا في الدنيا كده. كابتن حسام البدري من معرفتك بيه متابعتك لنتائجه مع النادي الاهلي فترات كتير اشتغل فيها او اي فتره اشتغل فيها مع منتخب من المنتخبات الاقل في المراحل العمريه اقل من المنتخب الاول، هل طريقه لعبه اسلوبه الفني رؤيته الفنيه تؤهلنا ان احنا ان شاء الله نحقق اللي احنا عايزينه مع المنتخب؟ معلش انا تجربه نادي الاهلي معلش يعني انا تجربه نادي الاهلي لو جبت مدرب حتى صغير في السن زي فايلر اهو مدرب صغير عنده كل يعني كل اللي يحلم بيه كل عوامل النجاح لو عنده نوع هيكسر الدنيا. فانت ما تحطليش نادي الاهلي هو مقياس، خلي بالك برضه عشان تبقى فاهم. قصدك هنا ان نادي الاهلي بيساعد المدرب انه ينجح؟ طبعا ده بص بيساعده يعني المدرب عليه تبقى طريقه تفكيره ايجابيه ويبقى عنده نوع من الابداع. يعني راجل عنده تحركات كتير وبتاع، خلي بالك اللعيب الكلاس ايه ده بتتمرن مع مدربين كتير لو ما لقاش المدرب ده بيديله حاجه تريحه في الملعب بتريحه في الملعب وتخليه يظهر اكتر يعني مثلا رمضان صبحي لو نوع من التحركات الموفايلر ده بيديها له بتخليه بيستلم في مساح يقول لك اه ده مريحني جدا في الملعب وبيخليني بستلم في مساح وعندي وقت وعندي مساحه ان انا افكر واباصي لكن غير ما يجي مدرب يقول حط فورمه في التشكيل بتاع نادي الاهلي لان تشكيل نادي الاهلي كان هو السنه اللي فاتت فورمه كده ويقول لك اللعيب يتصرف. فاهمني قصدي ايه؟ فنادي الاهلي بيمثل 75%
لنجاح المدرب، والمدرب عليه 25% بس. وعلى كلامك يا كابتن احمد هنا انه اللعيب الكويس او السوبر محتاج مدير فني كفء عشان يقنعه طبعا، عشان يملى دماغه ببساطه كده. انت عشان تجيب لعيبه غاليه لازم تجيب لها مدرب بيفهم قوي، ما ينفعش تجيب مدرب نص نص هيحصل لك شوك. مش عشان جايب انا لعيبه، وده بتحصل في بعض الانديه في مصر، يجيب لعيبه يقول لك انا جايب فرقه جامده قوي، بس مين المدرب اللي هيدربهم؟ ما هي دي القصه. ايوه، لان دلوقتي الكوره في مصر، هو عقل الكوره في العالم كله هو مين اللي واقف على الخط بره. طب هرجع تاني للسؤال، لان اللعيب بيفكر بدماغ المدرب اللي واقف على الخط، هي دي الكوره دلوقتي. لكن لما تلاقي اللعيب بيفكر من دماغه، تلاقي تعرف ان مفيش مدرب قاعد بره. طيب هستبعد النادي الاهلي من المعادله دي، لانه رايك بيقول انه النادي الاهلي بيساعد اي مدرب ويساعد على نجاح اي مدرب بالعوامل الكتيره اللي بيوفرها له او عناصر النجاح. تاني هرجع لسؤالي، هل شايف ان اسلوب اداء الكابتن حسام في مشواره والسي في بتاعه كمدير فني ممكن يبقى مرضي لطموحات الجماهير بالنسبه لمنتخب مصر؟ احنا سبورت الكابتن حسام، وهنشوف اداؤه الفتره الجايه وهنبان. نقيم بعد ما نبدا نشوف الشغل، مش هنقيم، احنا سبورت وراه. احنا مصلحتنا ان هو ينجح ويرجع المنتخب اللي هو فيه. لكن خلاص الكابتن حسام هو مدرب المنتخب ولسه ما خدش اي تجارب، فاحنا لازم نبقى في ضهره، كلنا دلوقتي نبقى داعمين. فمش عايز اخش في الحته دي، مش عايز اتكلم في حاجات فنيه كمان قبل ما الراجل يبدا شغله رسميا في الملعب مع المنتخب او نشوفه في اول مباراه. هل تتمنى ان معدل او متوسط الافريج ايج او متوسط اعمار لاعبينا في المنتخب يقل في الفتره الجايه شويه؟ ليه، مالهاش علاقه دي، ده كلام مش مقتنع بقصه خزعبلي. ليه؟ احنا اللي بنصدره بس. انت عندك، ما انت عندك منتخب اولمبيا، هم صغيرين في السن، لو عايز تستقدم حد ينفع، العبره بالقدره مش بسن اللاعب، بالقدره. قدرتك انت تبقى موجود في المنتخب هاخدك بغض النظر عن شكلك ايه. لكن حته ان انا اصلا انا هنزل الاعمار، وقعدوا يضحكوا علينا فتره كده، اصل احنا بننزل الاعمار وبتاع الاجيري كلام. رايك ايه في اداء احمد فتحي في مباراه السوبر؟ في ناس كتير قالوا انه كان سوبر ستار في المباراه دي، وانه بيقول للناس كلها انه الحسابات مش بالسن، وان انا قادر ادي بدنيا افضل من ناس كتير قوي اصغر منه في القدره. طبعا احمد فتحي لعيب كبير وخد تجارب كتير، وخد يعني كل البطولات هو خدها باجواء صعبه واجواء سهله وبطولات مختلفه، فراجل يعني عندك قيمه كبيره جدا. لو عنده قدره دلوقتي اخده، مفيش مشكله خالص، ما عنديش مشكله. لكن اصلها مش حكر، اصلها خلاص يعمل سن معاش. يعني مع كابتن احمد سامي، مع فكره التنوع في الملعب، ان الخبرات مهمه، اللاعبين الشباب مهم، الفيصل هنا مستوى كل لعيب، قدرة، مش مهم قدره كل لاعب على الاداء، مش مهم سنه كام. طبعا لو كنت مدير فني المنتخب اولمبي او منتخب اول، وفي لعيب مميز في الدوري المصري عنده 35 او 36 سنه ممكن يدخل. طبعا طبعا، قولا واحدا يعني. طب ولو بتقارن بينه وبين في نفس المركز مع لعيب اصغر منه شويه كتير؟ ما هو بص، انا اللعيب ده انا ممكن يبقى انا مثلا بلعب بالغير بلاي ميكر، وتلاقي في بلاي ميكر كتير جدا في بيلعبوا في الدوري المصري وجامدين جدا، بس انا طريقتي ما بعتمدش على البلاي ميكر، بعتمد على محاور وسط الملعب، يعني البوكس تو بوكس، لعيبه يعني زي ثلاثه في نص الملعب كده، فمش معتمد على بلاي ميكر، فانا ممكن ما اخدوش. على حسب طريقه كل مدرب، مش شرط ان المدرب اللعيب ده يكون مكسر الدنيا لازم اخده. لو طريقة لعبك كمدير فني بتعتمد على لعيب في مركز معين مهم، وعندك اتنين في المركز ده والاتنين كويسين، بس شايف واحد خبرته اكتر، سنه بالتاكيد مخلي معدل ادائه البدني اقل شويه، لكنه اداؤه كويس في الملعب، التاني اصغر منه معدلاته واحد فتحي عالي جدا. مثلا انا بقول لك يا سبيل المثال، احمد فتحي سنه كبير، انت شايفه سوبر في الملعب؟ لا، شايفه بيجري اقل من احمد هاني اكتر من اي حد في الملعب. انا بفهمك يعني الموضوع كله، بس انت بقى لو اتنين زي بعض بتشوف عقلية كل واحد ايه من النواحي الجماعية. لو من النواحي الجماعية عقلية الصغير ده، هما الاثنين مستوى واحد، يعني طريقة تفكيره وحتة الجماعية بيشتغلها كويس، الذهنية يعني كويس، احسن من الكبير ده، لا اخده. لو الكبير ده احسن من النواحي الجماعية ذهنيا، اصل خلي بالك الكرة ذهنيا دلوقتي، تفكير ذكاء اللاعب نفسه، ذكاء اللاعب اخده. يبقى هنا برضو الفيصل اداء، حتى لو بتتكلم مش شغل الانديفيديوال، شغل الجماعي في حته الخبره ومش الخبره دي. انا هي قرارات في الملعب وكل حاجه انا مقتنع بيها تماما، بس برضو هو كواليتي اللاعب وقدرته في الوقت ده وذهنيا هو عامل ايه.
ايه رايك في فرق الدوري المصري الموسم ده؟ مين لفت نظرك من بدايه الموسم؟ اتكلمنا عن الاهلي وانطلاقته القويه جدا، مين تاني شايف انه هيبقى مع الاهلي كاطراف اخرى في المنافسه على الدوري هذا الموسم؟ وهل في فرقه او لعيب لفت نظرك في فرق تانية في المباريات القليله اللي فاتت؟ بص، هو الاهلي حطه في بدايه الموسم، حطه في حته تانية، وبعديه انا شايف ان 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 بيراميدز برضه فرقه كويسه جدا، والزمالك حصل له دروب الفتره دي، بس هو طبعا عنده كواليتي لعيبه اللي احنا كنا بنقوله عليه السنه اللي فاتت، كواليتي لعيبه عالي قوي، بس الجماعيه مش موجوده. بس فانا شايف بيراميدز والزمالك هم اقرب يعني، لكن الاهلي لو فضل على المستوى ده لا هيروح في حته بعيده، هيفرق عن المنافسين كتير. طبعا طبعا. باقي الفرق، هل في اي لاعب من فرق الجديده ظهورها الاول في الدوري شايف اي حاجه تلفت يعني؟ انا يعني طبعا هو لسه مش باين كل البتاع، انت ما تقدرش تقيم بشكل كبير، بس انت يعني تقدر تقول يعني انا شايف يعني بس السيرد باك الافريقي بتاع بيراميدز كويس جدا، اللي هو من كوت ديفوار، ده لعيب كويس قوي، كان محترف في هولندا. شايف برضو ابراهيم حسن برضو بيراميدز، شايف طارق حامد برضو مميز جدا في الزمالك لما بقاش موجود، بيفرق كتير مع الفريق جدا. فانا شايف الناس دي يعني ادائها ثابت. شوف طارق حامد بقاله قد ايه مثلا من نوعيه اللعيبه، بقى قد ايه في المنتخب ودايما هو موجود. انت بقى كلعيب مفروض تبقى عندك القدره على الاستمراريه، استمراريه في القمه، مش استمراريه في انت بقى موجود كلعيب، كلهم لعيب، بس استمراريه تبقى انت في التوب فورم محتاجه حاجات كتير جدا بره الملعب. بره الملعب محتاج كتير نواحي ثقافيه، انت تتعامل بتدير صحتك ازاي، ودي اللي مشكله اللي واقع فيها لعيبه، بعض اللعيبه اللي موجوده بتدير انه مش قادر يحافظ على استمراريه الاداء الكويس. لان انت عندك نعمه من عند ربنا ما دفعتش فيها فلوس، حته الموهبه وجسمك، ما دفعتش فيها. كل واحد عشان تفتح مشروع لازم يبقى عندك راس مال، ربنا مديك الراس مال ده ببلاش، فانت بتدير راس المال ده ازاي؟ بس هي دي القصه. انت هنا بتتكلم عن كل لاعب موهوب تحديدا. بالظبط. لو ما حافظش على نفسه عشان يقدم اعلى مستوى بموهبته. بالظبط. وحاجه جايه لك ببلاش ما دفعتش فيها فلوس، خساره ان انت تهدرها يعني. تهدرها وبعد كده الندم مش هيفيد. طيب رايك ايه في طريقه استغلال او الاستفاده بقدرات اجايه الجهاز الفني وظفه من بدايه الموسم، ما بين انه لاعب وسط مهاجم وراس حربة؟ مين؟ اجاي في النادي الاهلي بدا كانه هو السترايكر في مباراه اجاي ده هو طريقه لعب النادي الاهلي. انا اصلا مش عايز اخش فنيا عشان يعني ايه، انا اكلمك كده يعني عام شويه. النادي الاهلي هو بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على اجاي دلوقتي في تحركات اللعيبه من النواحي الهجوميه. اجاي لو مش موجود هتبقى في مشكله شويه كبيره، لو في عندك راس حربه محطه مش هتلاقي التحركات اللي في ظهر الباكات، ومش هتلاقي رمضان صبحي بيحط جوان، ومش هتلاقي حسين شحات بيحط جوان بالمنظر اللي انت شايفه ده. اجاي هو المحور الاساسي لتحركات الهجوميه في نادي الاهلي. لو جبت واحد ناس تعرف تمسكه هيحصل تشك في اداء نادي الاهلي الجماعي، او واحد يعني بيثبت اوقات كتيره في الملعب في اماكن معينه، مش بيتحرك طول الوقت بالكوره زي اجاي، او من غير كوره كمان. لو تبص على ليفربول فيرمينيو هو مش راس حربه محطه، هو دايما تلاقيه نازل وتلاقي صلاح بياخد في ظهره وتلاقي فيرمينيو بياخد في ظهره، فتلاقيهم هم اللي هدافين اكتر من فيرمينيو. نفس القصه في نادي الاهلي، لو اجاييه حد تاني غير اجاييه مش متحرك زيه ذهنيا كمان، ذكي جدا، فبيتعامل عليه التحركات، فايرا بيعمل عليه التحركات اللعيبه حسين الشحات او رمضان صبحي او جيرالدو او نوعيه اللعيبه اللي موجوده. فانت تلاقي يحصل تشك لو جبت راس حربه محطه. فانت عشان كده تيجي تقول لي راس حربه مفيد لنادي الاهلي في بعض الماتشات اللي بره اللي معتمده على ملعب وحش وكور طويله. فعايزين حد بس يخطف. اسلوب نادي الاهلي الاساسي في مراحل متقدمه في الدوري او مراحل متقدمه في البتاع، لا محتاج واحد زي اجيه زي صلاح محسن. بس يتطور فرويد اللي عنده كوره، اللي بيعرف، اللي عنده مهارات كرة. اللي بيعرف يتحرك بالكوره كويس، اللي بيلعب في كذا مركز. يعني انت محتاج راس حربه زي اجيه، ممكن يلعب تحت راس الحربه، ممكن يلعب طرف، ممكن يلعب يعني
صلاح محسن ممكن يلعب اللي طرف. بيقدر يلعب لاعب وسط مهاجم او فرو بالظبط. دي اللي النادي الاهلي بيعتمد على النواحي التكتيكيه بالمنظر ده فايلر يعني، عشان كده بتشوف الاداء القوي قوي بتاع النادي الاهلي. لكن انت لو جبت راس حربه بلوكا لا هتلاقي تشك في اداء نادي الاهلي الجماعي. وبكره تشوف يعني لو حصل وفي راسحات حربه من النادي الاهلي لعبت في ماتشات مهمه يعني كم حطه، هتلاقي في مشكله في الاداء الجماعي وتحركات اللعيبه الهجوميه. عشان النادي الاهلي اصبح طريقته بتعتمد على الدور ده كمان لراس الحربه. انه بيلعب مع خط الوسط المهاجم طول الوقت بالظبط، يفضلهم مكانه بالظبط. لازم هتلاقي رمضان صبحي دايما داخل لجوه. كان رمضان صبحي زي السنه اللي فاتت تلاقيه واقف في الخط وكل كوره بيستلمها في رجله صح الاول. دلوقتي في العالم كله بيدور على ايه؟ المساحه. فتلاقي رمضان صبحي دلوقتي اللي مميزه ايه مخليه فارق جدا، حسين الشحات فارق جدا، ان هو دايما بيستلم في المساحه وهو بيجري. فمحدش بيعرف بيبقى سابق الراجل بذهنه وبتفكيره وبالوقت والمساحه. بيبقى عنده القدره، هو لعيب كواليتي كلاس ايه، فخلاص كل الامور متاحه ان هو يبدع، هو اللي عنده المبادره. لكن انا تلاقي رمضان صبحي وحسين الشحات السنه اللي فاتت واقفين كل واحد على خط، فيش تحركات جماعيه ومقفول عليهم بالديفنس، واول حاجه يستلمها في رجله بيدور ان انا اعدي منه واحد ضد واحد بس، كان اداء النادي الاهلي. لكن السنه دي الموضوع مختلف، تلاقي اللعيبه دي تروح في قصه تانية خالص، يوصلوا منها الجون، تحركات بتوصل للجون على طول. فعشان كده بدانا نشوف معدلات. خلي بالك السنه من نواحي التكتيكيه يعني 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 بعرف قوي. فانا مش عايز اوضح لك النادي الاهلي بيشتغل ازاي، ده عشان الناس ما تعرفش ده فتتعامل معاه بالظبط، خايف على النادي الاهلي يعني. لا مش انا بكلمك يعني عموما انا دايما ما يعني، لا انا قصدي متحرك تتكلم عشان ده شغل الجهاز الفني. انا يعني فاهم قصدك يا كابتن احمد. لا لكن لو لقيت اجي يعني في وقت من الاوقات مانويل جوزيه طلع قال لي لو مسكت شيكابالا الزمالك شكرا صح، مش قال كده، فانا مش عايز اقول الكلام ده. كان مقتنع انه شيكابالا مع المجموعه الموجود انه لو تراقب شيكابالا خلاص بيوقف خطوره خط هجوم، لان في دايما كل مدربين من ناحية التكتيكيه عندها لازم يبقى في فتحه للمفتاح. فاجايه فتحه للمفتاح عشان تفتح وتخش. انا بس بشبهها لك عشان الناس تفهم، لازم يبقى في فتحه عشان تحط مفتاح عشان تفتح تشوف الدنيا. ده هيخلي كل الفرقه بعد كده تركز على اجايه في الماتشات الجايه، هتعمل لنا مشاكل يا كابتن احمد. طيب خلينا نتكلم شويه عن متابعتك للدوريات الاوروبيه اخر جزء من الحوار ده. خلينا نشوف الموسم ده، شايف الدوري الانجليزي ازاي؟ هل سيناريو الموسم اللي فات هيتكرر، منافسه بين مان سيتي وليفربول، ولا شايف ليفربول مختلف بقى السنه دي؟ ليفربول عنده مشكله دلوقتي، عنده اداؤه مش زي السنه اللي فاتت خالص، اداؤه فيه مشكله كبيره من ناحيه التكتيكيه. عندك اللعيبه زي ما تقول تحركاتهم ما بقاش في جديد، ففي تشك في الاداء الهجومي شويه. كانديفيدوال في تحركات كويسه جدا بس مش مستوى الاداء بتاع السنه اللي فاتت. ليه دايما بيعرفوا يكسبوا بس ده على المستوى البعيد يعني. اداء مان سيتي قوي جدا يعني، شوف ان هم مغلوبين 2-0 من ويلفرهامبتون ومضيعين فرص كتير جدا، بس ادائهم انت مستمتع ومغلوبين وانت قاعد مستمتع بيهم. نادي في ليفربول انت مش مستمتع بالاداء بس بيعرفوا يكسبوا، ده على اللونج ممكن يحصل تشك في اداء ليفربول ويحصل زي السنه اللي فاتت ان يبدا يقرب منه تاني مان سيتي يعوض الفرق ده بالظبط. شايف السيناريو ده ممكن يتكرر؟ ممكن يتكرر لو مستوى الاداء بتاع اللعيبه كتوتال ما تحسنش في ليفربول. شفت جولات الشامبيونز ليج او دوري اوروبا اللي فاتت تابعتها؟ مين الفرق اللي ممكن تبقى السنه دي بتنافس على البطوله، تبقى في المربع الذهبي؟ مين الفرق الاقرب؟ شايف فرقه هولندا اياكس شغاله كويس جدا، وتحس ان هو في لعيبه باعوها كتير بس نفس الروح موجوده. وفي نفس الوقت برضو الفرق اللي هي طبعا توتنهام باص. ايه اللي حصل صحيح ماتش بايرن ميونخ؟ يعني انت بايرن ميونخ تشوف الماتش ايكوال، ماتش ايكوال لغايه الشوط الثاني، لغايه بعد ربع ساعه من الشوط الثاني. لعيب بتاع منتخب المانيا ده مش متذكر اسمه اللي هو جاب 4 جوان، استغل كور مرتده ويروح جون، فدي عملت هزه في الفرقه كبيره جدا، النتيجه كبيره. وسبحان الله انت الماتش مجريات سير الماتش ما تدلش على السبعه، بس دي عملت لهم هزه كبيره جدا وثقه في اداء اللعيبه، والمدير الفني بقى عليه ضغوط كبيره جدا، عشان كده
اخر جوله في الدوري هو اتغلب برضه من فرقه صغيره واتغلب بحوالي 3-0. فانا شايف ان عشان يرجعوا تاني زي ما كانوا هياخدوا وقت. لكن انا طبعا في ليفربول، في يوفنتوس، في انتر ميلان. يوفنتوس برضه دعم صفوفه بعدد من اللعيبه بعد دعم كريستيانو. دعم صفوفه بساكي، معلش احترامي لحضرتك، هو دعم صفوفه بالمدرب المدير الفني. ما هو في بيبقى عندك لعيبه كويسه جدا مش محتاجه دعم صفوفه، وتدعم صفوفك بمدرب كويس. شايف انه هيعمل فرق مع الفريق طبعا. هو لعيب اصلا، هو اصلا ساكي هو نكهه ايطاليه، هي نكهه ايطاليه، بس هي غريبه على النواحي الايطاليه ان هو لعيب مدرب هجومي بطريقه غير طبيعيه. فانت الايطالي دايما دفاعي، انت يعني الاسلوب التكتيك بتاع يعني طريقه تفكير ايطاليا اللي احنا عارفينها هي الطرق الدفاعيه، تكتيك الدفاع، وده مش سهل خلي بالك يعني. لكن ده يعني طفره شويه ان هو بيلعب بطرق هجوميه كتير وعنده تشكيلات كتير وعنده كلام. احنا بنتكلم عن ساري المدير الفني السابق لتشيلسي. ساري فعنده حاجات كتير جدا ممكن السنه دي، ولسه هو يعمل فرق، لسه كسبان انتر ميلان في الدوري. وقبل ساري كان الناس شايفه انه بعد كريستيانو رونالدو وبعد الموسم ده بدايته، اللعيبه اللي انضمت للفريق دي ليخت ومجموعه اللعيبه اللي راحت، انه يوفنتوس دي ليخت. خلي بالك انا فاهمك الحاجه دي ليخت، مش 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 فان دايك، مش تبقى فاهم، بس دي ليخت قدامه فتره كبيره شويه عقبال ما يبقى زي فان دايك. ليخت خبرته قليله وعنده نواقص كتير جدا. هي ما يعملش فرق كبير. لا في لعيب في انتر في يوفنتوس جاله صليبي، ما هو مشهور، هو كابتن الفرقه. ده عامل مشكله لان برضه دي ليخت مش سادد المكان. لسه بنتكلم على كليني طبعا لعيب. طبعا انا بقول لك مدافع من المدافعين اللي ما هو ده عامل مشكله، ما يتكررش. لا لان كليني موجود ودي ليخت احتياطي، بياخد خبرات منه وبياخد بالوقت، لكن هو دلوقتي راح نادي كبير جدا وبينافس على كل البطولات. انا شايف ان هو عنده مشاكل شويه، مشاكل دفاعيه شويه. تتغير للاحسن مع طبعا هو الوقت. هو بروميسنج يعني، لعيب واعد يعني. يعني لو بتتمنى الفاينل اللي بتتمناه للتشامبيونز ليج الموسم ده يكون مين؟ انا في الحته دي انا عنصري، انا عايز محمد صلاح ياخد برضه ليفربول. طبعا في الحاجات دي يا ابني بلدي على طول، بغض النظر بقى، مش هتفلسف يعني. جميل. كابتن احمد اخيرا، تجارب سابقه في التدريب، ايه المتوقع الفتره الجايه؟ بنتمنى نشوفك في تجربه موفقه ومميزه في الفتره الجايه. هل في مفاوضات، في اخبار؟ فين احمد سامي من عالم التدريب الفتره دي؟ بص هو يعني طبعا مش هقول لك كلام، هو بتيجي حاجات بس مش مناسبه. انا عايز يعني نفسي ابقى لما تقول لي نفسي ابقى ايه، نفسي يبقى في نادي امكانياته شويه من ناحيه مينتاليتي، طريقه تفكير، وكلاعيبه عناصر بس عشان يعني بالتالي عنده حد ادنى من الامكانيات الماديه اللي تقدر توفر لك بعض الصفقات اللي هتحتاجها. بالظبط. بالظبط. غير كده بتعتزل لو مش العرض بتشوف انه مش هيحقق. بس خلي بالك مش هنقعد من غير شغل، بس يعني يعني بحاول ادور على كده. بتدور على عرض في المواصفات دي اللي تقدر تعمل بيها شغل كمدير فني. احنا كمدربين انا ممكن اشتغل بكل الامكانيات، امكانيات ضعيفه، وانا اشتغلت مع النجوم السنه اللي فاتت والحمد لله عملنا اداء مبهر يعني. بس طبعا انت لما عندك طموح، انت متربي على حته ان انت توصل لابعد حدود والكلام ده، طبعا انت بتصدم. طبعا انت بتبقى فيه لا يعني مثلا انت بتمسك نادي هو عايز يقعد بس في الدوري الممتاز، فانا نفسي يبقى مراكز متقدمه شويه. بس موفق ان شاء الله، وتبقى تجربتك الجايه افضل وتضيف لمشوارك كمدير فني. الله يخليك. اشكرك كابتن احمد سامي، نجم النادي الاهلي سابقا، ونورتنا النهارده على شاشه قناه الاهلي ومن خلال الاهلي الليله. بشكر مشاهدينا، بشكر الكابتن احمد سامي ضيفنا النهارده في الاهلي الليله، وبشكر حضراتكم على المتابعه. نهايه هذه الحلقه، شكرا لحضراتكم، الى اللقاء.